Enfrentamos. العالم شعور رهيب. القم بس. شارك حال شباب، معكم شاركية شركة كيف جاركم فيديو جديد. طيب شباب، اليوم رجعنا بكوستوم زومبي مرة تانية. آخر فيديو جاب إقبال بشكل جدا كبير، عدد جدا كبير منكم طالب إنه أكمل على هالسلسلة. فاليوم رح نلعب مع بعض ما بروست من كود 6 مودرن وورفير 2 اللي لحق عليها. ما بروست يعتبر من اصغر المابات بتاريخ كول اوف ديوتي بالنسبه للمالتي بلاير، هو اصغر ماب او ثاني اصغر ماب ماني متاكد. فماب كان جدا جميل. حاليا ما بروست زومبي، فالماب لما كان مالتي بلاير كان مجنون وزحمه، والزومبي نفس الشيء، في فوق العشر بركات، جميع اسلحه مودرن وورفير 3 ومودرن وورفير 2 كول اوف ديوتي جوست، واسلحه جدا رهيبه. وحسب ما سمعت على ستيم الناس عم بيحكوا انه هذا امتع ماب زومبي، مو افضل ماب زومبي، في مابات افضل من ناحية التصميم والأسلحة وكذا، بس هذا من أكثر المابات الممتعة. وآخرا الماب له لغز ورح نحله إن شاء الله بهالفيديو، فيلا خلينا نبدأ. طبعا يا شباب، مثل ما بتعرفوا الكوستوم زومبي ماب لبلاك اوبس 3 متواجد فقط على البي سي، للاسف مو موجود على الكونسول. وكل مره العب ماب جديد اورجيكم اللابتوب اللي راح العب عليه الماب. فاليوم راح نلعب على لابتوب من اشهر لابتوبات الجيمنج المنتشره حاليا واقواها، بريدتر هيليوس 300 من ايسر. مواصفات اللابتوب على السريع: سي بي يو اي 7 9750، 16 جيجا بايت رام، كرت الشاشه او الجي بي يو هو انفيديا جي تي اكس 1660 تي اي اللي يعتبر جدا قوي. شاشه اللابتوب تدعم 144 هرتز ديسبلاي و3 ملي سكند ريسبون تايم، فالالعاب الشوتر اللي بدها سرعه ما راح تحس بتاخير ابدا. فيه هارد ديسك عادي وهارد ديسك اس اس دي سريع بسعه 256 جيجا بايت. اللابتوب من عند منطقه الكيبورد والماوس والشاشه ومن ورا كله مصنوع من الالومنيوم مو من البلاستيك. الشيء الوحيد المصنوع من البلاستيك هو القاعده السفليه. ومداخل ومخارج اللابتوب هي الطبيعيه اللي تجي مع اي لابتوب حاليا: 3 يو اس بي 3.1 يو اس بي سي اتش دي ام اي، كيبل الانترنت نت وفتحه للسماعه واشياء اكثر. والشيء اللي يميز هاللابتوب عن غيره انه فيه شيء اسمه البريدتر سنس اللي يخليك تتحكم بكل شيء بدك اياه على اللابتوب على راحتك. ابلكيشن البريدتر سنس بيخليك تراقب النظام، تشوف اذا في شيء قاعد يحمى او لا، بيخليك تتحكم بالاوفر كلوك وتتحكم باضويه الار جي بي باللابتوب على راحتك. واخر شيء اللابتوب فيه زر او ضغطه التوربو مود، هاي لو بدك تلعب لعبه قويه اضغطها اللابتوب راح يشغل مراوح باقوى شيء بشكل انه اللابتوب يضل بارد ما يحمى وانت قاعد تلعب، وبالتالي ما تواجه اي لاج. اللابتوب موجود بكل دول الخليج، بالامارات موجود بمحلات جنبو، لينك الشراء بالوصف، بالكويت بمحلات اكس سايت، اللينك موجود بالوصف، وبالسعوديه بمكتبه جرير، اللينك كمان موجود بالوصف. ويلا خلينا نروح نلعب ماب الزومبي الجديد باستعمال هاللاب. اوكي شباب، ف الماب هو هذا رست، مو هذا رست، لا هذا شغل تسليكي. هذا الماب اللي سمعت انه من امتع مابات الزومبي الكوستوم الموجوده في بلاك اوب 3 الى الان. فخلنا نشوف هل فعلا كلامهم صحيح ولا لا. اوكي، لا الماب جميل، الماب جميل. اوكي اوكي، بدنا نطلق على 20 وجه نفس اللي شفناه من شوي. هذا واحد ثاني، نقدر نشتري ماكس سامو من هون ويدوز واين. اوكي حاليا اول شيء نبيه هو نطلع الشيلد. اوكي فان شون، حلو، ما في داعي لغز وحركات. اول قطعه الشيلد هي صح؟ ما ادري، اظن اول قطعه الشيلد. طلع الزومبي الميت الكتريك شيري، هذا حاطط كل البركات صح؟ شكله حاطط كل البركات. جاكر، اوه اقدر اطلع على السلم تبع رست؟ لا. اوكي شباب، خليني اعدي الراوند وبحكي لكم شو كنت انا. ما بروست تقريبا ما في مره كنت ادخل فيها بمودرن وورفير 2 كود 6 والا واجي بنيوك، دائما كنت دائما اجي اكمبر هنا. اوكي ما ورا هذا البيرك، احط كلايمر وراي واقعد باللانشر هون فوق، او اطلع هون فوق اعلى شيء. اوكي في قطعه شيلد، حلو، اقعد هنا احط لغم اذا واحد بيطلع لي من هون ولغم من هون، واقعد متخبي في الزاويه ارمي
لانشرات بكل مكان وطلع نيوك بسهولة. اتش دي فلبر شكله فيه كل المفات. شو السلاح اللي حاطه فوق؟ اه شكله الانترفنشن سنايبر من كود 6. زومبي كاش كان اسمه بلاد ماني صح؟ هل بتذكره؟ مسدس البداية هل هو قوي اخليه ولا افتك منه؟ ما ادري والله. لا كاني شفت الوجه هذا الفيس صح. ابي اجمعهم. شو راح يصير لو جمعت 20 وجه؟ 20 ترول فيس اظن من اسمه ترول ولا شيء يعني فقط يمقلبنا. ولازم اشتري بهالبيرك. لو هالبيرك البارد كان يورجيني الاشياء المخفيه بالماب، فيعني عشان اختصر حالي راح يورجيني الماب بالكامل. اوكي خلينا نفتح البوكس قبل يجي اخر زومبي. شفتوا كل الاسلحه اللي طلعت؟ هلا والله، هذا من افضل الشوت جنات عندي بكود 6. الشوت جن كان خرافي. بس شفتوا الاسلحه اللي جن مارك 2، السلاح الصابوني من دايرايس، كثير اشياء. اوكي كاني شفت شيء. اي والله شفت شيء. شفتك 3 تارجتس. عملنا كراوتش هنا، بينا قطعة شيلد واحدة اظنها تكون هون مفروض صح. نشرب البيرك ولا نشرب الجقر اول شيء؟ والله الشوت جن قوي يا عيال صح. لما يكون في وجه برا الماب من هالوجوه اللي قاعد اجمعها من شوي. نرمي قنبلة هنا، قنبلة هنا لو في وجه بيجي بشكل راندوم. كبوم كبوم، ناخذ الكبوم. خلنا ناخذ الكبوم، نبي نعدي بسرعة. هلا والله جامبل مقامرة. بس سحب اني فلوس على اعطاني الصوت يعني بس خلاص. هلا والله. اوكي بنشوف شو راح يعطينا لو خلصنا كل الوجوه هاي. شو الموسيقى؟ والله الشوت جن دعس يا عيال. انا بكود 6 كان الشوت جن خرافي بالمالتي بلاير، ما شاء الله. بالزومبي جدا خرافي. اي صح، وقلت لكم بالبدايه انه في بوس فايت هون. البوس فايت لازم ادفع 15000 لا يدخلنا على البوس فايت. كان الزومبي قاعد يشوفني، هالي حسيته ما ادري. قاعدين يجوا لعندي. هووو هلا والله، هذا الشين سو من كول اوف ديوتي جوست. طب اظن لازم نشرب سبيد كولا. وين كان سبيد كولا؟ كان هنا سبيد كولا صح؟ ما عندي فلوس. ايش قاعد اسوي ريلود؟ ايش قاعد اسوي ريلود؟ لسه في 200 طلقة. مش لما يمديني امشي وانا قاعد استعمل السلاح. I need money. هاي طاولة تبديل أسلحة صح؟ صح. ما تفيد إذا قاعد ألعب سولو. أبي قطعة الشيلد أنا الأخيرة. لازم ندور عليها. لازم الشيلد. وين آخر قطعة؟ وين ممكن تكون؟ نحن لقينا قطعة فوق وقطعة جوا، لكن القطعة لازم الثانية تكون بالعكس، لازم تكون بالجهة المعاكسة بالكامل. صح هون يعني هالمنطقة. الشيء الحلو انه الاسلحة جدا قوية. لعبتها قبل هاد، ما ادري اذا متى تشوفوا الفيديو، بس يعني قبل العب هاي كنت قاعد العب كول اوف ديوتي موبايل زومبي. الاسلحة هنيك ما تسوي اي شيء، زومبي جدا قوية. هون العكس، الأسلحة جدا قوية. قاعد أسمع صوت طيارة إذا ما خاب ظني. إي والله طيارة. شو ترمي لنا؟ ترمي لنا باكج المفروض صح؟ باكج. إي والله كير باكج. هي نعم نعم. أوه بيرك.
وهل اني اسوي ابجريد للاسلحة؟ اه يي هي 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 ابجريد لاسلحتي ببلاش جاجر. خلينا نسوي ابجريد لاسلحتي بسرعة. هاد بعدين هاد فري باك بانش. نعم ايش بوم سريع. لا هاد لازم شوت جن. والله الشوت جن فشخة. صار عندي بلاست فاير حلو. ناخذ دبل تاب. شو هاد شو هاد؟ لا ما ابي اخذ ميول كيك. لا اول شيء فالكري. اسمه فالكري كان صح. فولتشر. من وين جبت فالكري؟ نعمل جامبل. الله يلعنك. جامبل يعني ممكن يعطيني شيء حلو. مقامرة. في شيء فوق صح؟ ولا ضو ضو عادي. ديث ماشين. هلا والله. هذا بكول اوف ديوتي انفنت وورفير. اوه يمديني اي ام في كمان. انسى كل ما نحتاج. انسى كل بس ليش لا. اوكي خلنا نروح ناخذ الفولتشر ايد. حلوه غنيته. المفروض تقلي وين اخر قطعه على الشيلد يا فولتشر ايد. إذا تبي تقول لي أماكن البركات فيعني صراحة ما استفدنا منك أي شيء. كل شوي يعطوني بيرك ببلاش، ما في داعي أشتري بركات. إي نعم 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 نعم. شو الصوت شو الصوت؟ آه صوت الجقر. والله الشوت جن رهيب. الفينيت آمو. لا لم الشعور رهيب. القم بس. لا لا انفنت امو لا تروح. انفنت امو. اوه جبت تارجت من الوجوه. ثواني في بيرك ديد شوت فوق. ممكن ممكن قطعة اكيد قطعة تشيدها تكون فوق. اوه في ناس اسوي باك بانش بلاش. انا بس تروح الدث المشين. باك بانش مرة ثانية للشينسو. يا رب. طيارة طيارة صح طيارة؟ اي والله طيارة. خلنا نشوف شو راح تجيب لنا هالمرة. وين قطعت الشيد؟ والله لازم تكون هون. هي 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 لا 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 ما نبي ننحشر. هي اخيرا ما راح افتح الباكج. ابي اخذ ميول كيك. اول ابي اخذ ميول كيك لانه ممكن يكون سلاح. طلب بكل سهوله كل تفاهه. والله سلاح او بي 1000. هاي نابل زومبي زومبي الناري. اوكي بقى شوي نشتري الميول كيك. لو بدي ابني الشيلد. الشيلد في موسيقى حلوه هون. موسيقى موسيقى اول ما في زومبي اندن. لا راح الباكج يا ليل. لما يعدي راوند يروح الباكج شكله. حرام والله حرام. بيرك مجاني. نعم شو البيرك مثل ما توقعت. سبحان الله جدا ذكي. لما اعمل سلايد يتجنب يتجمد الزومبي. اوكي لا ما اشتغل. اوكي شكله احيانا يشتغل واحيانا لا ما ادري.
بشتري الكتريك شيري. آه الموسيقى هون تحت، هاي غرفة البوس فايت شكلها. والله نقاتل البوس مع الموسيقى، شي حلو الصراحة. خلاص خلاص انا عم اشتري، راح افتح البوكس مرة واحدة اخذ سلاح ثالث وخلاص، لان ابي اجمع فلوس للبوس فايت. هلا والله، هذا ال ام اس ار من مودرن وورفير 3. اوه جبت تارجت، والله ما ادري كيف. راح البوكس كمان مرة لانه مو هالسلاح اللي ابيه. ولا هالسلاح اللي ابيه، هذا ما ادري صراحة، هذا يمكن من مودرن وورفير 2. ايوه هذا اللي ابيه، ما ادري شو هذا بس هذا اللي ابيه. هذا كان طول القصة ببلاك اوبس 3 صح؟ اه يرمي الغام. قنبلة تنفجر بعد شوي، تعبان بس خلاص. خلاص خلاص لازم اجمع فلوس، لازم اجمع فلوس. No more wasting money. نبي نفوت على البوس فايت، نبي 15,000. اوكي شباب والله عجزت، ما ادري دورت انش انش بالماب. مليمتر مليمتر على طاولة بناء الشيلد ما لقيت. فما ادري الصراحة، على كل حال ماني بحتاج الشيلد. اوه خلينا ناخذ سلاح بسرعة ونطوره. لا بسرعة اي شيء، لا لا يا اخي لا 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 لا, لا تروحي لا تروحي يا الباكا بانش، لا تروحي لا تروحي لا تروحي، اصبر اصبر، لا تروحي لا تروحي لا تروحي بسرعة. هات هات اي شيء، هات 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 هات. لا هي تطوير ببلاش. انترفيشن لا مو ببلاش، يا ريتني ما طورت. اوكي حاليا باقي لي شوي واجمع فلوس واقدر ادخل على الباك على البوس، بس ما ادري اذا اسلحتي جاهزه صراحه، ما عندي امو اصلا فما ادري. في بيرك بشتريه، هو البيرك الوحيد اللي ناقص لي هو بيرك الحلزونه. انا خايف يخليني بطيء بس خلص نجربه. ما خلاني بطيء. هذا التل هذا كان عنا يا من قبل. قامر قامر. اوه هالمرة صار شيء، المرة صار شيء ما ادري بس. والله السنايبر قوي على فكرة، السنايبر قوي. اوه لا لا تقول كذا السنايبر. اوه لا كذا رهيب. انفنت امو، ده انفنت امو انفنت امو. والله انا بدي شوت جن مع انفنت امو الصراحة، ما في متعة تقارن هالمتعة. يا ابوي انقلع بس. شو هالشيء الاخضر؟ هذا بيرك البولشر ايد اللي معي. يلا على البوس. على البوس اللي هو هون. هلا والله. اوكي وين البوس؟ ماني شايف بوس. بيرك لا دبل بوينت. خلاص ما نحتاج فلوس حاليا. شو هذا ار بي جي؟ ما لا ما راح اخذه، ما ابي ابدل سلاح مطور عندي. والله الشينسو رهيب. اوكي بنش بتطور، شو ابي اغير تطوير ايش؟ والله كلها تطويره كويس، ما في شيء ابي اغيره، بس يعني بلاك اوبس 4 بتزيد قوة السلاح كل مرة باخذ، بس بلاك اوبس 3 بس يغير النوع. اوه
شكله ما في بوس. لا لا هي 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 اوكي. لا لا الوضع يبيله تركيز شوي، الوضع يبيله شوي تركيز. زحمة زحمة صارت كثير زحمة، صارت كثير زحمة. شكله ما في بوس، فقط اني اعيش وما اموت. اعيش وما اموت، وكل شوي راح يصعب لانه كتبوا لي من شوي ويف 1 كومبليت، خلصت الراوند الاول. واعداد زومبي كبوم كبوم كبوم. هي لا 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 حرام حرام. لا 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 ما عندي الحين ولا بيرك. اوكي لا لا بكمل بالشوتجن بكمل بالشوتجن بكمل بالشوتجن. عطني بيرك عطني بيرك. لا لا يا بشار ركز يا بشار ركز. بطل عندي امو، ما ادري شو اسوي الصراحة. صح 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 في تليبوتر. ممكن يديني اطلع. يا رب 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 يا رب. هذاك التليبوتر. ممكن تليبوتر ريدي. فاينل ويف كومبليت. تليبوتر ريدي تليبوتر ريدي تليبوتر ريدي. روح 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 روح. يا رب 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 يا رب. تليبوتر يبي له 50,000 ولا 5,000. خلاص خلاص يا خوي لا تضرب لا تضرب. عيب 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 عيب. 5,000 ليش ما قاعد يروح؟ وراي زومبي سريع. ابن كلب ابن كلب ابن كلب. انا اسف يا شباب قاعد اسب كثير، بس اقسم بالله العظيم اني مضغوط الف، والله اني مضغوط. هولد اكس هولد اكس. انا قاعد اضغط مربع. طيب شباب بلشت راوند 50. في شايفين الوجوه اللي كنا قاعد نتكلم عليها من شوي؟ هاي لو جمعتها كلها بيعطيني كل البركات. فحاليا بس ابي اجمع كم سلاح اعيش فيهم اعدي الراوند. دخل لي زومبي واحد. طيب شباب شفت لو حليت اللغز شو كان راح يصير؟ لو حليت اللغز انت راح ارجع على هالماب والاقي هذا الباب مفتوح، بس اطلع من هالباب في تليبوتر بروح عليه وراح يوديني على هالمكان. فا ايه تقريبا حلينا اللغز، ما راح ارجع اعيد كل شيء. فما ما اعرف شو هالمكان الصراحة، خلنا نكتشفه مع بعض. في اسلحة جوا. ليش ما يجيني ياخذه؟ لازم هولد. وهال ار بي جي من ام دبليو 2. في صور على الحيط. شكلها هي الصور المابات اللي مسويها هذا الشخص. ايه هي سواها 2015. هذا الماب مسويه ب 2016. ما لعبته ما لعبته. اوه شو هالماب؟ هالماب سواه 2016 ما لعبته. طيب. صفوني. لا والله. وهذا من MW2. هذا الشاتجن الخرافي اللي كان معي. تعبان. سلاح اكستنشن. شوفوا شوفوا هذا لما اسوي لما اسوي ريلود شو يسوي. خرافي.
وهي صورة تراست ما بقدر يلعب فيه. ريغان مارك 2، خلينا ناخذ ريغان مارك 2. وهذا ما في مسويه. هاي الماب والله ما يلعب له ولا ماب، كلها الصور مابات هو عاملها. لازم شكلها مابات حلوة والله. هو هلا والله هوني بادجر، او من احلى الاسلحة اللي عندي كان موجود كول اوف ديوتي جوست. شوف ايش كمان، شيء سلاح مميز AK-47U، وهذا من جوست. لعبت فيه حلو. هاي باقي المابات اللي هو مسويها لازم اجربهم والله. لا كامينج سون سوبر ماركت، كامينج سون جالاكو، كامينج سون دوم موجوده صح، لازم اجرب دوم. في اسلحه هون كمان صح ولا لا؟ ما في لا، بس كنا شفت دث ماشين، شفت دث ماشين مدري. في اسلحه هون بس مقلشه مو طالعه صح؟ اي والله. اوه والله اوكي، خلينا نشوفها واحد واحد. اوكي لا ما يمدينا، مقلشين والله. يمكن لو طلعت ورجعت بيرجعوا. خلينا نجرب. هو ابجريد وبيرك كمان بيرك كمان ابجريد. الله كم بيرك عامل. الأسلحة مو راضية تطلع والله اللي ورا. ايش شكل السلاح رهيب. شوف الشيء اللي بناخذه ونطوره. الصابوني. هلا والله. شوف شيء كمان غير المسدس، شيء حلو هيك ناخده. شو الصوت؟ اوه الطيارة، خلاص ما نبي شيء من الطيارة. الار بي جي، نطول الار بي جي. والله اظن انه نحن مستعدين لنرجع الماب صح. نفتح نشوف شو عاطينا هون. كمان بيرك وماكس سامو. الحين اطلق من هون طلقة، غير السلاح، اسلخ اهل طلقة. عالقانين هون صح؟ اوه الصابوني زحلق، ما توقعت يكون في مفعول الزحلقة موجود بس موجود. والله الصابوني من امتع الاسلحة اللي لعبتها، ما ادري ليش ما رجعوه ابدا على ولا ماب. يعني بلاك اوبس 4 كانت عبارة عن كلها ريماستر، ما عرفوا تعملوا ريماستر للصابوني. اللي ما لحق على بلاك اوبس 2 هذا سلاح ماب داي رايس من بلاك اوبس 2. طيب يا شباب هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبكم هالماب. صراحة الماب جدا ممتع، انا سمعت قبل العب انه ماب ممتع وطلع فعلا ممتع. ما هو الماب الخرافي اللي تصميمه رهيب بس لا، هيك ماب مدري كيف تستمتع فيه، تحس حالك خرافي، عندك اقوى الاسلحة اقوى الاشياء كل شيء. فاي اتمنى لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات اراكم هل بدكم اكمل على الكوستوم زومبي ماب او لا. وبس كانكم شاركيات او بشارك كيه، نشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله. مع السلامة.